السلام عليكم البنات. اليوم نقدم معكم البنات في قناة يوميات أم هند ونمياء البنات. نقدم معكم واحد الكيكة غريبا خفا. المهم البنات هاد الكيكة المهم عندنا بعدا ضروري الطحينة البنات راكم عارفينو. وعندنا البنات واحد الكويس ديال الحليب البنات. أنا راه عندي النيدو هو كويس البنات. وهنا كويس ديال الزيت. وهنا كاس ديال السنيده. واحد القطيره البنات ديال الخل انا غنديرها دابا. هي القطيره البنات هي البنات واحد القطيره البنات. واحد شويه الخميره البنات غير واحد شويه. وواحد القبيصه ديال الملح البنات. وها انتم معنا. وهنا عندنا ثلاثه البيضات البنات. وعندنا كويس ديال دانون. وعندنا جوج خمارات البنات وحده فانيليا. وفي الاخر البنات غادي نزينوها باش ما كان البنات. المهم انا مازال ما عرفتش نقدر نزينها بالمربى شويه الكوك. المهم على حسب ملي نسالي. المهم هانتوما البنات بقاو معنا حتى نخلطوها البنات. وهانتوما معكم نيت البنات. انا راح يلاه فقت درت واحد كويس ديال اتاي وفطرت صيفط الوليدات كلها وشكلها الحمد لله والشكر لله. الله يعطينا الشتاء على قد النفح. سبعات اليوم شويه راويه تبارك الله الحمد لله والشكر لله. المهم هانتوما البنات معنا. غنبداو البنات بالكاس ديال الزيت هو الاول البنات. وغنزيدو كاس ديال السنيده البنات. وغنزيدو البنات هذيك الفانيا. المهم البنات ما كنصور غير بايد. انا غادي نطفي التليفون البنات وغادي نرمي دوك البيضات وديك الساعة أرجع معكم الأخوات الزوينات. المهم البنات أنا درت دوك ثلاثة البيضات ودرت البنات دانون. المهم هو درت البنات ماما أنا درت البنات داك دانون. المهم هنا البنات راه حنا غادي نخلطوا هاد المكونات كاملين البنات ورجع معكم البنات. وغادي نزيدو الطحين وغادي نزيدو ديك جوج خمارات. المهم هانتوما معنا البنات حتى نساليو. المهم استسمح البنات هذا هو اليوتيوب ولفناها البنات. راه كل واحد راه مجرب من عنده. بقاو معايا البنات حتى نخلطو ان شاء الله. وغادي نرميو ان شاء الله داك الكويس ديال الحليب البنات راه دافي. هنا البنات غادي نزيدو الطحين. المهم غنديرو القدر اللي غيكفي البنات. المهم كل واحد راه خيرو في دارو الانسان اللي كيشارك. وغادي نخلطو البنات. وغنزيدو هادوك جوج خمارات البنات. غنديرو جوج تاع البنات. المهم انا غندير هاد الكيكه وغنخلط شويه ديال القريشلات البنات شويه كرواسه. الدراري تيبغيو يمشيو للمدرسه وتيبغيو يمشيو يجيبوها مع الصباح تيعطيو لهم اما بعدا اما تيكون الحال باقي محلينش مع السبعة ونص ولا. وانا اصلا تنبغيوهاش اليوم بارده. الا كانت عبارده الانسان يديرها في الدار ومن الاحسن يديرها الانسان في الدار البنات. يلا هانتوما معنا حتى نساليو البنات. البنات هنا راح ندهن هاد المول البنات بشويه ديال الزيت. وغنديروا البنات غنديروا شويه ديال الطحين البنات.
المهم الناس هنا الكمون شويه ديال الزيت شو درنا في القشيه ديال الطحين. البنات انا عندي واحد الفكره، غندير واحد شويه ديال الكوكا البنات، لان داك الطحين تيبقى بعض خطرات تيبقى شاد في الكيكه. غنديروا شويه ديال الطحين وغندوروا هاد الناس بحال هكا، غنديروا شويه ديال الكوك عفوا وغندوروا في الورقه ديال في المول في المول البنات. المهم راه عندها بزاف ديال الاسماء. المهم البنات وغادي نهزو داك الخليط البنات وغادي نديرو في المول. المهم هانتوما البنات، المهم هذا هو السر البنات فين كطلع الكيكه كتهزي المول بحال هكا. المهم بقاو معنا حتى لخر البنات. من التليفون تا هو بحال برد، بغيت نزكيه ما بغاش الماء غنقطع. المهم البنات درنا شعلنا الفران وحطينا الكيكه ديالنا في الفرن البنات، ها انتما معنا حتى طيب.